وجود اساليب متعدده وقد تسمح تغيرات المناخ بما يعني محتاجين ان احنا نستفيد بالميه اللي سقطت على القاهره دي. نعمل ايه؟ في كل مشكله لها حل، يعني امكانيه وجود ابار جوفيه او حفر ابار جوفيه، ووجود نظام للتصريف. يعني الطرق الجديده معمول فيها نظام لتصريف الامطار. الطرق الجديده حصل حادثه واحده على سبيل الاستثناء الذي يؤكد القاعده، ان جزء من الطريق الدائري الاقليمي جزء ارضي هبط. طلع وزير النقل اللي هو كان رئيس الهيئه الهندسيه الفريق كامل الوزير، وقال نحن اخطانا في خطا في الانابيب في هذه المنطقه في اتجاهاتها وكذا، احنا نعد الا يتكرر هذا الخطا وسنصلحه في يومين وقد تم. نحن نحتاج الى العمل بهذه الروح، يعني نحتاج الى عمل بروح ثانيه، نحتاج الى ادراك انه ان هناك فرقا بين المعارضه والمناهضه. المعارضه جزء من النظام السياسي، ما تكلمنيش عن نظام سياسي بدون معارضه، اذا لم توجد المعارضه في اي وضع في خلل ما، في خلل ما، لانه لا احد يدعي احتكار الحقيقه ولا الحكمه. انما المناهضه عداء. المناهضه ده هذا وضع اخر. صحيح. انا حين انظر للاخوان حين يتخذون موقف المناهضه والثأر ويكذبون وكذا 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 ولا اخره، فده كذب وظيفي. يعني اللي هو تحويل الكذب. انا مش بعارضك عشان عايز الامور تبقى افضل، انا بعارضك عشان عايز افشلك. أنا عشان افتح الباب كمان بمعنى هجومي للمعارضه، مش عاوز استخدم تعبير الوطنيه، انا مش عاوز ادي سكوك لحد، مانيش بعد سكوك غفران ولا سكوك وطنيه، انا عاوز استخدم عشان المعارضه لابد ان تفتح السبل. احنا بصدد انتخاب برلمان جديد، وهذا الحوار سيجري قبل انتخاب البرلمان الجديد، محتاج اعاده النظر في النظام الانتخابي، لانه النظام الانتخابي ليس محايدا، مش اي انتخابات باي نظام، يعني فكره القائمه المطلقه وغيرها، ولا حتى الانتخابات الفرديه، عيبها الرئيسي فنيا انها اللي عنده 50% زائد واحد بياخدها والباقيين يطلعوا بره، يعني بتهدر اصوات نصف الناخبين. انا عاوز اعمل نظام انتخابي كف قايم على القوائم النسبيه غير المشروطه، لا باحزاب ولا بغير احزاب. ده اللي يشجع الاحزاب انها تندمج، فتبقى صوره البلد مفهومه، ثلاث اربع احزاب مش 100 مش 100 حزب، ويبقى تحدي الانتخاب والنسبه اللي هيجيبها في الانتخابات لقائمته بتحسب، هي دي الحافز للتوحد والاندماج، التحدي. كمان حتى بعض الناس قد يثيرون ان في 25% المرأة، يمكن ايجاد هذا في نظام القائمة النسبية بالزام الاحزاب على وضع النساء او الفئات الاخرى في اوائل القوائم وبنسب معينة. احنا نحتاج الى وضع جديد. ليه؟ عشان يبقى فيه الرئيس مثلا قبل اسبوعين في افتتاح مصانع الغازات الطبية وغير الطبية في ابو رواش اتكلم عن انه ايه المشكله ان يبقى في استجوابات وكذا وكذا وكذا. لازم نسال نفسنا، هو البرلمان ده ليه كان بيعتبر ان من مفاخيره ان ما فيش استجوابات؟ لا، احنا نحتاج الى اعاده تكريس. مصر بلد عظيم عرفت معنى البرلمان ومعنى المساءله قبل 200 قبل 150 سنه على الاقل. احنا نحتاج الى ان احنا ما نرجعش ورا، احنا محتاجين نتقدم قدام. ده ما اعنيه بفكره احنا محتاجين هجوم، محتاجين لا نكون فقط مجرد صدى لما يقول الآخرين ولا رجع صوت، ما احنا نحتاج لأن نكون صوتا داويا. تمام. معبرا عن فرصة نهوض هذا البلد.